السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا دكتور سعيد. كيفاش بتكلي هذا السمك؟ نعم. اليوم انواع السمك كثيره في السوق. نعم. في طازج، في مطريش، في المهم انواع. كيف هو تتباع كامل صغير متوسط؟ كيفاش انا نختاره؟ يعني الطراوس احنا نعرفوا الجوده والطراوس باينه لامعه، الخياشم ديالو تكون حمراء ورديه. نعم. بالنسبه للطبخ كيفاش نحضروا السمك؟ ناكلوه يعني كاين ليه القلي، كاين الطاجين، السلق البخار هي افضل طريقه كتبقى اننا نتناولوه. نعم. وبالنسبه للسردين المشوي، هل صحيح انه يقوي مناعه مصابين ببعض امراض السرطانات؟ نعم. يعني تحدثنا شفتوني الناس قالوا بانه يفيد، الله اعلم. فسر لنا الحساسيه التي يسببها السمك الازرق كالسردين والطون والشطون لبعض الاشخاص الذين يحرمون من هذا النوع المهم من السمك، وهو غني بفيتامين ا ومضاد للاكسده. نعم. كما ذلك لماذا ينصح بعض اصحاب المغص الكلوي بتجنب بروتين السمك؟ وشكرا. شكرا لك. جيد. بالنسبه للقصور الكلوي او بعض الامراض يعني خصوص اللي عندهم الالبيمينوري طالعه، هذو ماشي غير سمك، يعني كل البروتينات خصهم يجتنبوها، البروتينات الحيوانيه خصهم يجتنبوها. علاش؟ لان كتكون الالبيمين طالعه في الدم، وغادي يولي عندهم مشكل على مستوى التصفيه في الكلية. هذيك الكلية غادا شويه تزير، ما غاديش تصفي مزيان. هذا من جهه، وربما حتى الناس حتى على مستوى الاملاح المعدنيه، يعني البوتاسيوم صوديوم ممكن يشكل مشكل. ليس عليا خطير، خطير جدا، ولكن هذه الاطباء كينصحوا من الاحسن باش ما يوصلوش لواحد الحاله. هذا من جهه اخرى، ان صعيب باش نعلموا الناس طرق اختيار هذا في السوق، واش يكون طري ولا ما يكونش طري. ولكن ملي كيلاحظوا على ان بعض المرات انواع من الاسماك تباع على الارصفه والحراره 35 درجه، من الاحسن ما يشريوهاش. يعني موجودة بكثرة، بأنفسكم إلى التهلكة. يعني أنت كتشوف بأن السمك لا يمكن أن يبقى 3 ساعات بدون أن ينتن، حتى اللون ديالو كيتغير. لماذا؟ لأن السمك بروتينات عنده طرية جدا، عنده فيه أملاح معدنية، حديد كالسيومية اللي كتحفز الأنزيمات، ثم في تحلل أنزيمي وفي تحلل جرثومي. علاش؟ لأنه غني بالمغذيات والجراثيم تنمو بسرعة. هذا اللي خاص الناس يعرفوا. من الأحسن إلى لقاو السمك على الأرصفة ما يشريوش. من الأماكن اللي عندهم الثلج اللي كيكونوا مراقبين واللي كيراعيوا الشروط الصحية. الشروط الصحية هنا ما كايناش، السمك ما عندوش شروط صحية، عنده البرودة فقط. نعم. البرودة فقط. هادو ممكن الناس يشريو من عندهم سمك. يعني ان شاء الله ما كاينش مشكل. ودابا ولاو حتى النقل دابا الان ولا متلج. ولذلك انا كنت انص منذ الثمانينيات ان الاشخاص الذين لهم اتصال بالتغذيه او بالمواد الغذائيه يكون عندهم واحد المستوى دراسي مؤهل لهذا الشخص. لان بعض المرات الشخص اللي غادي يجيب الحوت كيكون مع عمره دخل المدرسه، ما كيعرف لا البروده ولا البروتينات ولا الجراثيم ولا اي شيء. فعلا. ربما يتهور واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع، يمكن هذا الشاحنه ديالو ما يخدمش، هذاك يعني اله التبريد، وغادي يقول زايد ناقص ولا شي حاجه هكا ولا شيء. ولكن اذا كان مجاز، مثلا هاد الشباب الان اللي عندنا عندهم اجازه واللي عندهم بكالوريا واللي عندهم دبلوم بكالوريا زائد 2، عندهم تقنيه دبلوم تقني. نعم. هادم من الاحسن هما اللي يكونوا متصلين بالاغذيه، يعني حتى مالين الباعة، حتى الباعة اللي عندهم حوان صغار خص المجتمع يتحسن شوية. كان عندنا مالي الحوان طبعا في هذا الوقت اللي يعني عندنا مواد غذائية ما كاين حتى مشكل، ولكن الآن خص الشباب هو اللي تعطى رخص ديال هاد الأماكن اللي كتبيع المواد الغذائية. خص الشباب اللي عنده ديبلوم هو اللي كتعطى رخص ديال المطاعم، لأن ربما المطعم يخدموا فيه شي ناس ما عارفينش الجراثيم، ما عارفينش الشروط الصحيه، ما عارفينش الحراره، ما عارفينش المشكل هذا، غادي يبقوا غير خدامين مع الناس وغادي يهلكوا الناس في صحتهم. فهذه المسائل خاص الناس على مستوى المجالس البلديه وعلى مستوى الشأن المحلي خاصها تدخل في هذا الاطار الجديد ان شاء الله. ونحن في طريق يعني صحيح، المسار المغربي الديمقراطيه المغربيه والمسار المغربي في طريق صحيح. انتم كجمعيه لحمايه المستهلك راه عندكم دور. سام اكيد خص كل شيء سام. كنلاحظوا على ان الحمد لله عندنا نحن احسن من كثير من الدول، لا حتى المستوى حتى مستوى الديمقراطيه ومستوى الحريه في المغرب، هو يعني في تحسن مستمر ان شاء الله. لما لا، بدون اي مشكل، بدون اي مشكل. ماشي حتى يطلبوها الاحزاب ولا يطلبوها النقابات ابدا، يعني حاجه يعني اوتوماتيكيه، يعني منذ
الحمد لله جزاه الله خيرا هذا أطال الله عمره أمير المؤمنين منذ أن تولى الحكم إلى الآن، أعمال كلها جيدة وكلها إن شاء الله نتمنى أن لا يكمل لنا بخير إن شاء الله. إحنا في الاتجاه الصائب كاين مشاكل كجميع الدول، ولكن هذه المشاكل غادي نتفاداها، وكاين حوار وكاين الناس اللي ملمين هذا. ففي جديدة أنا أظن أن الرخص ديال محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم ونقل كذلك نقل الترانسبور نقل المواد الغذائية، من الأحسن الرخص تعطى للناس اللي عندهم على الأقل واحد باك زائد اثنين ولا عنده إجازة يكون فاهم. لا فاهم. من الأحسن لا من الأحسن باش الشباب أولا العاطل نعطيه واحد الفرصة. فين يخدم ثم غادي نزيدوا نرفعوا المستوى ديال المجتمع، لأن باقي عندنا ناس الآن كيف يعقل على أن شخص لا يعرف لا ميكروبيولوجيا ولا هيجيان ولا شروط صحية ولا أمراض ولا توكسينات ولا أي شيء، وأنه كي يهيئ واحد الوجبات وأن ذاك الشيء ما تبقى ربما يخليه غير تم وفي اليوم الثاني يبيعه للناس ممكن ممكن طبعا هذا. فهذه بالنسبة لاختيار الأسماك، فالمحلات اللي مراقبة واللي عندها شروط صحية واللي عندها البرودة واللي عندها ناس نزهاء يعني كيبقى دائما كما أقول الضمير فوق القانون، وكتبقى من الناحية العقيدية نحن نقول للناس ماشي غنتكلموا معهم بلغة القانون، نتكلموا معهم بلغة العقيدة، كنقولوا اتقوا الله حسن ما نقولوش لهم القانون كيمنعكم باش ديروا هذه وهذه. من الأحسن تنقولوا اتقوا الله، لما كتقول الشخص اتقي الله كديروا هو الحكم ديال نفسه هو الحكم نفسه، يعني هنا إلا حكم هو على نفسه يكون أحسن، أما باش تحكم عليه أنت ربما غير ما تبقاش أمامه ويخالفك. ثم واحد المعلومة أخرى أن هذه السيدة بما أن سألت عن هذه الحالة الصحية وهذه الشروط الصحية، طبعا هو السؤال ينصب في هذا الاتجاه هذا أن الله سبحانه وتعالى عمل تركيز الملح في البحر يحفظ تركيز الملح في البحر لا يسمح بحياة الجراثيم، ولذلك جاء الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، لأن ميتة البحر كتكون في واحد الوسط يعني مشبع ديال الملح لأن لا اجتماع ديال البحر، وعملتي فيه طرف ديال اللحم لا ينتن لا ينتن أبدا، يعني هذا فلهذاك الملح ديال البحر سيمنع الميكروبات من النمو وما يكونش تما واحد التيراسيون كنسموا احنا هذا فساد ديال الماده الغذائيه. فالبحر عمل الله سبحانه وتعالى تركيز الملح في البحر مرتفع، وان هذه الاشياء التي تتحمل هذا التركيز ديال الملح اللي هي الاسماك وبعض النباتات داخل البحر الطحالب البحريه مثلا، ان اللي كتخرج من البحر كتخرج تقريبا معقمة ليس فيها جراثيم إلا جراثيم موجودة في الجهاز الهضمي ديالها يعني هذه، وأن ليس فيها أي ضرر. الأشياء التي ترمى من البر في البحر كلها تموت، حال ما ترمى في البحر تموت، لأن تركيز الملح لا يمكن أن يترك مثلا البكتيريا ديال حمى تيفويد او بكتيريا مثل الكوليرا كتبقى، لان الفيبريو ممكن يعيش في وسط ديال بي اش 9 وممكن يعيش في وسط يعني مالح. ستافيلوكوك واحد جرثوم ديال ستافيلوكوك ممكن يقاوم الملوحه شيئا ما، ولكن الجراثيم الاخرى خصوصا العصيات السالبات الجرام الانتيروباكتيرياسي هذه لا تتحمل تركيز الملح في البحر. كان الله سبحانه وتعالى انه خلق وسط معقم يعني بهذا التركيز ديال الملح، وكنلاحظوا على ان الناس ملي كيبغيو يديروا التخليل انهم كيديروا الملح بحال التقديد ديال اللحم انهم كيملحوه كينشروه، لان الملح كتقتل الجراثيم. حتى السمك حتى السمك الان في الدول الاسكندنافيه كيعملوا قديد بواسون فيمي هذا يعني كيدخنوه، هو تدخين تقنيه التدخين ما معروفاش عند العرب، ولكن ممكن يجف يتملح ويتجفف هذا السمك الكبير الحجم ممكن يحصلوا على قديد السمك. دكتور هناك من يعاني من حساسية السمك سواء الأزرق سواء الأسود؟ نعم هناك حساسية، لأن من الأشياء المسببة للحساسية لائحة طويلة ولكن كدخل فيها مثلا هذا اللي هو على رأسها الكروفيت هو هذا اللي كيسبب حتى السردين هناك من يعني تظهر عليهم بقع حمراء. نعم الإربيان كاللي عنده هذا كاللي عنده الأسماك هذا، لماذا؟ لأن لا هناك حساسية دائمة، لكن أشخاص اللي يأكلوا السمك تزيد الحساسية دي. فعلا وكين بعد الحساسية طارئة اللي كنسميوها احنا حساسية عارضة هي أكسيدنتال، كي يأكل الإنسان شي سمك قديم ولا علبة سمك غير معقمة كيحك
كنسميوه حنا تاورديت، عنده حبوب حمراء الجلد ديالو يحمر، هذه مكون الهيستامين، كيكون واحد المكون الهيستامين مع الكادافيرين والبيتريشين هي اللي كنسميوها حنا الامينات البيوجينيه. هاد الامينات، هاد الامينات تسبب حساسيه عند الناس. وشوف سبحان الله تعالى في هذا الخلق ان الهيستامين لما تكون وحدها، نحن حقنا ماده الهيستامين ملي تكون لوحدها لا تسبب حساسيه، حتى اننا حقناها للفئران ليس هناك حساسيه. لما تكون معها الامينات الاخرى مثل الكادافيرين والبيتريشين تسبب حساسيه، لان البوتونسياسيون كنسموها حنا، لان واحد الجزيئه اللي كتزيد في المفاعله ديال جزيئه اخرى. وهذه كما اقول ان وحدانيه الله تتجلى في وحدانيه خلقه سبحانه وتعالى. هاد الناس ماشي اللي عندهم حساسيه، لا، هما السمك القديم اللي كيقدام كيكون واحد الجرثوم ديال البروتيوس اللي كيحلل هذيك الهيستيدين، حمض امين يسميتو الهيستيدين اللي كيكون في البروتينات، كيقطع ليه هذيك يعني واحد المنطقه ديال السي او، وكتبقى الان اش 2 كيبقى امين، كيولي كيتحول من هيستيدين لهيستامين، كيعطي حساسيه. كل الناس عندهم حساسيه للهيستامين، ليس شخص دون شخص، وتيكونوا معاه الامينات الاخرى الكادافينو والبيتريشين، كتجيب امينات اخرى، حمضيات امينيه اخرى ملي تجتمع تسبب هذه الحساسيه اللي كيحك وكيدير تورديت. اللي وقع له هذا الحديث خاصو يشرب ماء بكثره، يشرب ماء بكثره ويتوقف عن الاكل لمده 6 ساعات أو 7 ساعات، يشرب ماء بكثره ما يكونش عنده مشكل، ما ياكلش لحوم على الاقل، ما ياكلش لحوم اخرى في هذاك اليوم، ما ياكلش لحوم.